السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث متوسط مادة اللغة الإنجليزية، إن شاء الله اليوم راح ناخذ درس جديد بالوحدة السادسة، الدرس العاشر، وهذا الدرس مهم من المحتمل يجي بالوزارة، اللي هو نصوص الكتاب، اللي هو عبارة عن نصيحة، يعني واحد يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى مساعدة، لكن شلون يطلب المساعدة؟ يطلب المساعدة بهذا الدرس. افتح كتاب الكتاب الطالب، راح تلقى what should I do، ماذا علي أن أفعل، يعني تطلب مساعدة. مثلا منطيك بعض الأسئلة عليها، هذه عند شخصيات موجودة، شلون راح تسأل؟ مثلا هي بهذه الشخصية منى تريد المساعدة، راح نقرأها أول مرة، راح نقرأ الموضوع أو شنو تريد يعني مساعدة. منى is 18 she has been wearing about what is she going to do after her exams next year. Some of her friends are planning to go to college and study further. Others are leaving school and getting jobs in shops and offices. Muna is confused and cannot decide what is best for her, so she starts a blog and invites anyone and everyone to give her some ideas and advice. هنا منى في الثامن عشر من عمرها، هي قلقة حول مستقبلها، ماذا سوف تفعل بعد أن تكمل امتحاناتها النهائية السنة القادمة. بعض من أصدقائها خططهم في المستقبل، يعني خططوا في المستقبل أن يذهبوا إلى الجامعة وإكمال دراستهم، والبعض الآخر قرروا أن يتركوا الدراسة والحصول على وظائف في محلات أو مكاتب. منى حائرة أو مرتبكة ولا تستطيع أن تقرر ما هو الأفضل لها، لذلك هي بدأت تدون أو تكتب في صفحات التواصل الاجتماعي وتدعو أي شخص ولا الجميع، يعني أي شخص من أي مكان، الجميع يعطيها بعض الأفكار النصيحة. طبعا هي كتبت عن طريق الإنترنت، كتبت هاي اللي هي موجودة، هاي ماذا علي أن أفعل، what should I do، اللي كتبت بالإنترنت عن طريق الجوجل، شايفين المتصفح الجوجل شلون تتصفح وشلون تاخذ بعض النصائح او المعلومات. اللي هي منى كتبت هاي ايفريوان ام منى بليز هيلب مي ديسايد وات تو دو وين سكول فينيش نيكست يير، شول اي جيت جوب اور شول اي كونتينيو ستادينج، اي ريلي دو نوت نو وات جوب اي وانت تو دو. I enjoy science, maths and art and I am getting good grades, but I really don't like being away from home. Thanks, منى. طبعا كتبت هاي الملاحظة منى، انا احتاج الى مساعدة وانا طالبة، يعني اتمتع بالعلوم الرياضيات والفنون، وحصلت على درجات جيدة في دراستي. طبعا اجوها بعض الاصدقاء اللي موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي، كاتبة هاي منى I think you should give up school and work in a shop. هاي وحدة قالت هاي منى انا اعتقد انت should give up، يعني تتركي تقلع عن الدراسة المدرسة، and work in a shop، وتعملي في محل متجر. You could live at home and you would be using your mouse every day. وانت يمكنك ان تبقين بالبيت وتستخدمين يعني your mouse every day، وتستخدمين يعني درس الرياضيات في كل وقت. You would have money to spend from your job too. فاطمة، هاي فاطمة طبعا قالت يمكنك ان تحصلي على النقود وكذلك على الوظيفة. هاي من هاي فاطمة. ثانيا اللي رد عليها هاي منى you should really go to college until you decide what job you want. You need to stay in education. Ask your teacher for advice and do some research about different jobs and how you become qualified to do them. If you find a job you really enjoying, you will be much happier. Folks,
هاي فوز اجت عليها قالت لها انت يجب ان تلتحقي بالدراسه وتكملين دراستك. عندنا منى ميك شور طبعا هاي جوابها الاخرى. منى منى make sure you apply for university now you are good at some very important subjects and you must study medicine it will take a long time to become a doctor but you will earn good money and have a very important job give up art it is useless and will not help you in life هاي من هاي لينا لينا جاوبت بهذه الطريقة. عندنا الأخيرة دير منى I think you need to go to language school in another country like me it's a great fun and you meet lots of new people داليا هاي داليا يعني هي جات له الأسئلة الموجودة على هذه النصوص الموجودة طبعا أسئلة وزارية جدا مهمة اللي راح نقرأها what advice would you give منى يعني ما هي النصيحة اللي انت تعطيها لمنى يعني تقدر تجاوب تقول to go to university to be a math teacher يمكنها ان تذهب الى الجامعة وتكمل دراستها في وان تكون مدرسة math رياضيات ثانيا which reply below is the most sensible advice ما هي الاجابة اللي تحت اللي كانت اكثر مقبولة يعني نصيحة أكثر يعني مقبولة لها I think فوز أنا أعتقد فوز advice is the most sensible one فوز هي كانت نصيحتها أكثر معقولة ومقبولة بالنسبة إلى منى ثالثا which reply ما هي الإجابة is the worst الأسوأ advice أسوأ نصيحة for منى why ما هي كانت الأسوأ نصيحة منها داليا طبعا داليا's advice نصيحة داليا is the worst because she told her to leave home خبرتها أن تترك يعني بيتها هي كانت أسوأ نصيحة عندنا بعض الأسئلة هنا الموجودة how old is Muna what is she كم عمر منى منى is 18 years old she is still a student وما هي كانت هي لا تزال طالبة why منى worried لماذا كانت منى قلقة she is worried but what she is going to do after her exams هي كانت قلقة ماذا سوف تفعل عندما تنهي نهاية امتحانات نهاية آخر السنة ثالثا what is Fatma of Fatma's opinion or advice ما هي كانت نصيحة أو رأي فاطمة نصحتها فاطمة think Muna should give up school and work in a shop فاطمة كان هي تعتقد أن منى تترك الدراسة وتعمل في متجر أو محل رابعا what is Fawz opinion ما هي كانت رأي أو نصيحة فوز She is going to college until she can decide the subject suitable job. هي يجب أن تذهب إلى الجامعة وتقرر هناك ماذا سوف يمكنها أن تجد suitable job يعني من تكمل الجامعة تجد وظيفة مناسبة لها. خامسا What are the subjects that she is good at? ما هي المواضيع التي كانت يعني منى جيدة بها؟ She enjoys science, math, and art. هي كانت جدا ممتازة في دروس أو مواضيع العلوم والرياضيات والفن. سادسا What does Fatma advise here? What is Fatma's opinion? يعني هذا يقول Fatma is think منى should give up school and work in a shop. هاي عاد هذا السؤال. السؤال السابع What is Lean ما هو كان رأي أو نصيحة لينا المنى to study medicine at the end هي يجب أن تدرس الطب في الجامعة السؤال الثامن why does Lynn think that Muna must study medicine لماذا اعتقدت لينا أن منى يجب أن تدرس الطب because if she become a doctor لأنها سوف إذا أصبحت دكتورة she will have earn good money إنها سوف تجني أو تكسب الكثير من النقود الجيدة يعني نقود جيدة what is Dahlia's ما هو كان رأي داليا ونصيحته it is to go to language school
in another country. يجب أن تذهب إلى مدارس اللغة وتدرس لغة في بلدان أخرى. اللي هنا أنت درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله إذا عجبك الفيديو سوي لايك أو مشاركة، ولا تتابع جميع التسجيلات موجودات أو الدروس، جميع الدروس موجودات على قناة اليوتيوب، فقط اكتب عادل حسون باللغة الإنجليزية أو تابعها على صفحتي، صفحة الفيسبوك عادل البارون، موجودات كل الشروحات. وشكرا جزيلا إلى أصغائكم، وإن شاء الله ألقاكم في درس آخر.